بصراحة أنا منك بدا قلبي يمل، أنت متغير تماما مو مثل الأول، دائما تزعل ما وصلنا الحل، بعد لا تخلينا أشوفك حتى لو نتمشكل، إيه وخلي واحد فينا يترك المكان، ما نتراهن بعد دام العشقان، وكان لازم أنا أعوفك من زمان، استعجلت بيك وطلع ما لكان، عادي جدا ننهي كل شي لأن طول هالخلاف، كنت خايف لا خسرك هسه بشرك ما أخاف.